حسام عاشور، خلاص كل الفريق خلاص بقى مستعد لهذه المباراة. نتمنى في النهاية إن شاء الله النادي الأهلي يكون موفق ويحقق النتيجة المرجوة اللي من خلالها إن شاء الله نتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا. مباراة صعبة مش سهلة، رغم ان الاهلي يعتبر محقق جزء كويس بانه دخل هدف هناك، فده شيء جميل يعتبر في مباراة الذهاب والعودة. انا شايف ان المباراة ان هو هتبقى الاهلي يلعب على ان هو يخطف هدف في الدقيقة الاولى يقدر يحقق بيها الفوز ويصعد بيها للمباراة النهائية عشان خاطر ان يقدر يعيد تاني بطولة افريقيا. الامور يمكن صعبه شويه في نص الملعب على النادي الاهلي، لكن انا شايف ان هي عوده عبد الله السعيد ودخوله القائمه من جديد ده ممكن يكون حل من الحلول اللي هو يخلي في اطمئنان بالنسبه للنادي الاهلي. مباراه الاهلي والنجم الساحلي يعني تعتبر ديربي في افريقيا، ديربي من الدرجات القويه جدا، فرقتين من اكبر الفرق في افريقيا، يعني الاثنين مرشحين بقوه للفوز باللقب في النسخه الحاليه. نتيجه مباراه الذهاب برضو يعني مخليه المباراه طابع قوي جدا. نتيجه مباراه الذهاب مش مرجحه فرقه يعني كافه فرق من الفرق، النجم الساحلي قدر ان هو يفوز 2-1. نتيجه 2-1 دي يعني بتدي برضو يعني امكانيه كبيره لفريق النجم ان هو ممكن يقدر يحقق نتيجه ايجابيه. في نفس الوقت الاهلي برضو عنده فرصه كبيره جدا جدا ان هو يفوز ويصعد المباراه النهائيه، خصوصا ان هو مدعم في برج العرب ب 50,000 متفرج. بالتاكيد مباراه الاهلي والنجم الساحلي مباراة صعبة جدا، خصوصا بعد نتيجة الماتش الذهاب في سوسة وخسارة النادي الاهلي 2-1. فريق النجم يعني بلغة الكرة هو فريق رخم شوية عكس فريق الترجي، بيلعب معاك مفتوح مش بيدافع زي النجم. اعتقد ان المباراة هتكون صعبة على النادي الاهلي في برج العرب، خصوصا كمان في ظل غيابات النادي الاهلي بيعاني منها زي حسام عاشور الاصابة واحمد فتحي ايقاف. ولكن الفترة الأخيرة يعني شفنا تدريبات النادي الاهلي وكابتن حسام البدري كان دايما بيأكد ان هو عنده البدايل. في الناحية اليمين لا بديل زي محمد هاني كويس جدا، ادى بشكل كويس جدا في ماتش الاتحاد وماتش الرجاء، واعتقد انه يكون بديل مناسب لاحمد فتحي. وممكن بس عامل الخبره الافريقيه هيكون بس اللي غايب عن هاني، ولكن هو كان على المستوى هاني يقدر يقدم بشكل كويس. اكيد طبعا في قلق لان انت طبعا بتلعب في السيمي فاينل، يعني كفايه الدور ده يعني دور من الادوار المهمه جدا. طبعا كل فرقه دوافعها بتبقى مختلفه جدا لما بتوصل للادوار النهائيه. النجم الساحلي عنده فرصتين، عنده التعادل وعنده المكسب، النادي الاهلي بيلعب على فرصه واحده بس هي المكسب مفيش غيره. طبعا الصحافه كلها اتكلمت على المساله ديت وقالت ان النجم الساحلي جاي بكامل قوه الضربه، جاي بطائره خاصه، جاي مهتم جدا. بالتاكيد طبعا معاه برضو جماهير هتيجي تأزره في المباراه ديت، لكن طبعا العامل الارض والجمهور هيكون في صالح النادي الاهلي اكيد ان شاء الله. عندنا 50,000 متفرج في استاد برج العرب باذن الله يقدروا يسمعوا الفريق مع النادي الاهلي. نادي النجم الساحلي بما يملك من فريق قوي، لكن النادي الاهلي دايما عنده حسن ظن جماهيره ومريديه، دايما في المواجهات الصعبه تلاقيه حاضر وبقوه بخبرات لاعبيه الكبار وبخبره حسام البدري المدير الفني في المباراه. الاهلي جاهز لهذه المواجهه جديا في وجود المايسترو عبد الله السعيد ووليد سليمان وتعافي الشريف اكرام الحارس الكبير اللي بيبقى له دور كبير في قياده الفرقه مع الموجودين في الملعب. المباراه فرض نفسها على كل اللي بيحصل في الوسط الرياضي في مصر، ما فيش اهتمام لا صوت يعلو فوق صوت مباراه الاهلي والنجم الساحلي. شايف تركيز كبير جدا على المباراه، على استعدادات النادي الاهلي، على غيابات النادي الاهلي، على تركيز النادي الاهلي في المباراه. الحضور الجماهيري هيبقى شيء مؤثر جدا في المباراه. بيتهيالي ما فيش اهتمام اكبر من اي حاجه بتحصل في الوسط الرياضي في مصر.